مرحبا وردات قلبي، مثل ما وعدتكم طبعا انه ما راح اتاخر عليكم بالجزء الثاني، وهاي راح انزلت لكم اياه تقريبا ثاني يوم. الله يسعدكم يا رب. اللي ما شاف الجزء الاول راح يكون بيه الصور وبيه شغلات كثير حلوه، يعني مثل ما الجزء الثاني حلو الجزء الاول راح يكون احلى. فاذا ما شفت الجزء الاول ما راح تفهم الجزء الثاني، فالله يسعدكم. اللي ما شاف الجزء الاول يروح يشوفه ويرجع يشوف هذا الفيديو. وقبل ما نبلش خلونا نحط لايك ونشترك بالقناة زي ما مشتركين. طبعا هاي الشغلات ما شفتوها بالجزء الأول لأنه كان الفيديو كثير طويل، فقلت لحالي خلي يكون جزئين ما تملون منه، أحسن ما يكون جزء واحد وما تكملون الفيديو للأخير، لأنه عارف في كثير ناس تمل. الله يسعدكم والله، كانت لحظات عن جد عن جد حلوة. بس ليش شمعتي طفت قبل شمعة عمر؟ ما عارفة، أنا حسيت إنه هذا مؤشر إنه أني راح أموت قبل عمر، بس أمزح أمزح، أنا ما أنا بهاي الشغلات. بس عن جد يعني الشمعة يا على الأجواء الحلوة والرومانسية صراحة، يعني أنا هذا اليوم الوحيد اللي أحس برومانسية مثل العادة. بلشنا نشغل شموع لحتى نشوف شو نشوف؟ نشوف الهدايا. وعمر جايب لي هدية، قلت له أني يعني من وقت ما كنا برا قلت له عمر إذا الهدية مي محرزة يعني لا تزعل مني لأنه أنا رح أزعل. يا بنات تعرفين الوحدة يعني الهدية أهم شي، ما نكذب على بعض، الهدية أهم شي، يعني احنا نحب بعض رومانسية وأحبك وتحبني بس الهدية أهم شي. طبعا أنا هديتي على قدي لأنه مصروفي من عند عمر صراحة، يعني ما اكذب عليكم الهدية اللي انا جايبتها لعمر راح تكون من عند عمر، يعني حقها من عنده، فما اثقلها مشان ما يوجعوا قلبه زيادة. يا بنات اكثر شي فرحت بيه صراحة بهذا اليوم انه العصافير غير شكل، راح اضل كل ما اشوفه اتذكر هذا اليوم الحلو يلي ما راح ينتسى يعني بالنسبة لي. وان شاء الله يا ربي الله يفرحني بيتشن بنات العزبة والمتجوزة، هيك يكون كل شي تتمناه يتحقق يا رب. طبعا شايفات اني لليوم بشغلات كثيرة ما تحققت يعني من احلامي واتمنى انها تتحقق، وماني يعني فاقدة الامل، فلا تفقدن الامل، والله راح يجي يوم وكل شي تتمنين وراح يكون يعني قدام عينك. يعني انا ما كنت اتوقع صراحة يعني بكثير شغلات ما كنت اتوقع انه راح تتحقق بيوم من الايام، وسبحان الله تحققت بأسهل شيء الحمد لله رب العالمين. فالواحد يكون متفائل بالحياة لحتى تكون الحياة حلوة وتعطيه اللي بده إياه. طبعا هنا التجهيزات تحضيرات قبل الهدايا. الهدايا والله شوفن عن جد أنا كنت خايفة لا تروح تكون الهدية شيء عادي يعني، بس عارف عمر ما يعدي هيك شلون ما كان يعني. الله على اللمسات الأخيرة، هاي الوردة اللي كسرها عمر بالجزء الأول تتذكرونها؟ هاي الوردة اللي كسر قلبي معاها. بس بالله بالله عليكن ما تحس ان اللوك هالمرة غير الديكور؟ يعني مو هيك شيء احلى من انه نعلق البوالين على الحيطان وهيك وتصير عجقة؟ والله ما اعرف حسيت يعني هالمرة غير. طبعا انا بالجزء الاول ما لحقت اشوفكم هاي الاجواء لانه ما لحقنا، يعني يا دوب رحنا فرحنا وشي وغيرنا جو برا. الله الله، بس طبعا هنا الوردة كانت راح تنحرق وكنا راح تصير كارثة حرفيا، يعني حرفيا كانت راح تصير كارثة، بس الحمد لله رب العالمين. هاي عمر شرف بالهدية، طبعا اني فرحانة بعمر بس ميتة قلبي متحرقص على ما اشوف عمر جايب لي. قعدت اني سويت حالي انه اني ماني مهتمة بالهدية، اقعد يا عمري اقعد. والله يا بنات والله حاسة حالي خجلانة وانا اقدم له الهدايا عن جد كأنه اول مرة نتجوز ويش. بس والله الديكور عن جد طالع حلو، لازم من هنا يا شوفي ناني عاد هنا دعدة من عمر من انا جايبت لك هدية. على فكرة انا مو على طول اجيب له هدايا، هو يجيب لي اكثر من انا اجيب له. طبعا فرح بس دع يقول لي منين راها، منين المصاري يعني شايبت لي. هنا قلت له خلينا اول شيء نشغل هذن الشمعات النارية. صراحة انا اكثر شيء احبه بالعيادة الميلاد وهاي هذن الشمعات اللي طير الشرار وهيج، احس حالي افرح يا اخي مثل الولد الصغير لما يفرح على شغلة. شغلنا رقم 9 اللي هو صار لنا تقريبا 9 سنين، مو تقريبا صار لنا 9 سنين متجوزين وعلى قبل العشرة وعلى قبل المية. يا رب قالي وكل مين دا تشوفني حاليا. يلا بسم الله، 1 2 3 يلا
يو الله شايفتها يا لقطة عن جداري، بالنسبة لي أحلى لقطة. بس والله يا بنات في يعني هيش فرحانين، حاسة حالي فرحانة. وعمر يعني على فرحتي فرحان، هو يعني عنده عادي إذا احتفل ولا ما احتفل عادي، بس أنا بالنسبة لي إذا ما احتفل بهذا اليوم أحس يعني هيش غصة غصة، ويمكن الفرحة مبينة على وجهي ايش قد اني فرحانة. خدودي يمكن لليوم يوجعني من كثر ما ضحكت ايش وانبسطنا صراحة. يعني هنا دا اقول له قبل ما نقطع الكيكة خلينا نتمنى امنية، اني دا اقول يا رب يا رب يا رب عمر ما يتجوز علي. لا هو اتمنى انه يتجوز علي، فما اعرف اخر شي راح من امنيته راح تتحقق ما ادري، وان شاء الله يا رب يا رب امنيتي. طبعا هذا رقم 9 كل ما انشغله يرجع يطفي، شنو العبرة من الموضوع ما فهمت، بس انه اخر شي بدي اظل اشغله يعني. يلا يا عمر يلا بدنا نشوف الهدايا. طبعا انا جبت له هديتين وهو جايب لي صندوق هدايا، انا ما عرفت يعني لحد الان انا ما اعرف شو جايب لي عن جد يا بنات. نفخنا على الشمعة بس الله الله على الفرحة، الله على الفرحة اللي انا فيها دي، لنا شلون لنا قادرة احكيها ولا قادرة أخبيها. المهم المهم انسوا إليسا رح تنتحر. أنا الله على شمعة حبنا طفيناها مع بعض، يا الله عن جد بحس مو مبسوط كأنه أهله غاصبينه علي صراحة. ما أعرف قبل ما نقطع الكيكة قلت له أيوة ترجع تلبسني المحبس، تحس حالي عروس جديدة يعني كل شيء. هنا غيرت رأيي قلت له اتذكرت ولده وتذكرت المشقة والمتاعب وهيش، قلت له لا خلاص بطلت يعني بطلت. هنا قال ايه احسن بطلتي عجل مشان اروح اخذ غيرش، قلت له لا ولا لا 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 ليش. تمت القصة على خير والحمد لله اتجوزنا. و هنا ما اعرف خطر لي صراحة، والله ما كنت ناوي اسوي قشقاش بس اخ احنا نقول له قشقاش هذا هيك وقت تكون العروس مغطي، نقول له عن هذا الغطا نقول له قشقاش انتم شو تقولوا له. ياي هنا عم سوي حالي خجلانه يا بنات والله العظيم عن جد حرفيا خجلانه يعني مو عن جد يعني خجلانه وقتها، بس يعني عديناها حس يعني تخيل بعد ثلث ولاد واكون خجلانه من عمر. هنا انه اني سيني سيفيورم انت يعني انا احبك بس عاد دا اقول له اياها بما اني يعني اني كلمة الحب ما تطلع مني بسهولة صراحة. ما احب اعبر له زيادة عن محبتي مشان ما يشوف حاله علي يعني مو اكثر. وهاي الهدية طبعا جايبت له عطر. شوفن يا بنات شوفن ردة فعل عمر على طول كاسر فرحتي لحتى تقولون شيء. شوف 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 اختنق اختنق من القرف، قرف على اساس ياي والله العطر ريحته تجنن حرفيا تجنن، حلوة الريحة يعني هيج تعطي فخامة للرجال يعني. ولا وبشركم حتى طلعت القنينة مو ما تبخ، هو بايده ما بخت، فاني لما مسكتها يعني وصرت ابخ على حالي ويش صارت بخ، قلت له معناته انت السبب. هاي الهدية الثانية. يلا يا عمار اريد اشوف هدايا ولو خلصنا بسرعة. رجعت جبت له قنينة عطر ثانية صراحة يا بنات والله. الحكي بيني وبينك انا احترت شريد اجيب له هدية لك بيجامات عنده لبس عنده، ايه شريد اجيب لعمر والله. رحت على النت ولا لاقيتش ساعة الكترونية يقدر مثلا زجاج اتصال بانه هاي تنفعه بالمطعم كثير، مو يرد على الطلبات شي كل النهار ماسك التليفون التليفون ما يهدى عنده. قلت لحالي يلبس الساعة لما يجي اتصال يفتح من الساعة ويرد من الساعة ويكون التليفون بعيد عنه عادي. وهذن الأساور مكتوب عليها قلبي، وحدة لي وحدة له ولا حتى يكون انكبل يعني حتى الناس تعرفنا انه احنا مرتبطين. هنا دا يقول لي رهف منين جبتيها يعني مصاري منين، قلت له منك يا عمري لا تزعل والله منك يعني منين يعني تروح اشحد من الجيران. عمر صابته صدمة هيك لما قلت له المصاري من عندك، فعلا المصاري منه أنا منين يعني. شفنا الساعة الإلكترونية ما أحلاها تجنن يعني مثل شاشة التليفون، طبعا بي أحسن منها بس أنا على قد مصاري جبت بس حلوة يعني ما تشكي من شي يعني سيد راسي كويسة، المهم إنها ترد. يعني دا أقول إن شاء الله عجبتك يا عمري، يقول لي إيه عجبتني من مصاري كان خلتني أنا أجيب هدية.
اجيب لحالي يعني. بس والله على فكرات رح تنفعوا كثير الساعة، وشوفوا مباشر يعني الا ما بالفيديوهات بين عليكم، رح تنفعوا كثير يعني اتصال ويقدر يرد منها. بس شنو، ما يمكن ما يصير بها يوتيوب وهيك شي. طبعا هي لبسها غصب عنه، صراحة حسيت بدها يجاملني كأنه ما حبها، بس انه يقول ايه يعني حلوة، يعني حلوة يعني ما تشكي من شي يا عمري. والله والله عمل رومانسي، بس والله يعني انا بعد صنع حيل ده اقول له وين هديتي وين هديتي، خلصنا. بس والله شوفنا ال حركاتي حلوة غير شكل، شوفنا القشقاش طلع عش قد حلو هيش على الحركة، عن جد حلو. ياي هنا 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 الصدمة، عمر جاب له الهدية وتندم. عمر جاب له الهدية وتندم، يعني خلينا نشوف. طيب دع اشوفكم انتم وايسه ما شفت شي. والله يا عمري يعني تعرفنا بس شوف المكياج يعني اصير اشوفكم بس ما اشوف غير المكياج يعني، خلاص اريد اشوف الخيو، خلينا اشوف. هنا دع اقول لكم ذهب ذهب، انا بعد ما شفت علبة الذهب. بس والله هنا ماني منتبهة على يعني الوان المكياج، وهيش شدني اكثر من علبة الذهب. بعدين لا ركزت انه والله انا شوف الذهب، لا الموضوع بيه ذهب، الذهب اغلى، وين هات له شوف ايش جايب. بس والله يا بنات يعني ما توقعت صراحة، لانه عمر دا يمر بأزمة مالية صراحة، يعني ليش كذب، ما اعرف منين جايب حقها، ايش بايع ايش بايع لحتى يجيبها ما ادري. بس الحمد لله يعني اخر شيء ما خجلني جاب لي قطعة ذهب. بس يا بنات عن جد عن جد حلو، والله حلو على اللبس لسه عجنن، وهيك يطلع من الفستان يعني عارفان انه انا ايش بدي صراحة، يعني مو جايب لي شغلة مثلا ما اقدر البسها بالبيت وما اقدر البسها يعني انه نصور. يا ايش قد حلو، انا هنا اغمى علي من كثر ما فرحت. والله والله حقيقي يعني يا بنات عن جد، والله الله يطعم كل وحدة فمثل فرحتي يعني، والله فرحت. خليني اشوفها خيو، اريد اشوفها ارحمني، ما خليني اشوفها، اريد امسكها بيدي تحسنها لي اقل شيء. احس عمار هين دا يقول لي شوفوا يا جماعه جبت له راهب ذهب. لا والله حلوه، والله حلوه عن جد، وش قد فرحت بعمر وقت جابها يعني. الله يرزقك ان شاء الله عموري حبيب قلبي، والله ان شاء الله يكثر من هيش هدايا على طول يعني، تضل كويس معي وتضل كنا عليين ثلاث تجيب لي هيش شغله. هنا عاد خلاص يعني، هنا اني لسه انا مصدومه وقاعده افكر ودا اقول يا هذه لي يا عمري يا عمر هاي لي. بس والله يعني فرحتي فرحتي بالهدية وفرحتي بعمر ما تنوصف يعني. عمورة حبيب قلبي انت اغلى من الهدية طبعا، لا تزعل مني، وانت اصلا اجيب الهدايا يعني فجباري انت راح تكون اغلى. هذا انه قطع المكياج اللي جابهن صراحة، جايب شغلات حلوة يعني، لو اني رايحة ما راح اجيب هيك شي. وين قطعنا الكيكة لحتى ناكل، لانه اني جوعانة نص جوع، لانه هم تعشوا، واني صراحة من الفرحة ما تعشيت، حسيت حالي من كثر ما اني مبسوطة مالي نفس اتعشى. واللي ما شاف الجزء الاول روحوا شوفوه، لانه هو اللي صارت بيه الشغلات الثانية الحلوة يعني غير برا البيت هذا النيتش الشغلات. هنا ما اعرف حتى متى الدنيا طفينا الاضاءة، ما اعرف شو صار، بس يعني بالرغم من هيك انه الاجواء حلوة للساعة. عمر عمر ضحكت عليه مرتين يعني، بس يفتح ما ارجع اكل هاني جلط اخر شيء. يقول لي خلاص بطلت اكل اخر شيء، اخر شيء بده ياكلها كلها هيش دفعه واحده. عن جد يعني والله كان يوم حلو، بل يعني ما انه احتفال خاص، حسيت يعني هيش مبسوطين اكثر من انه يكون شيء خاص خاص يعني، مبسوطين ونشاركهم بنفس الوقت ليش لا. بس والله والله يا بنات يعني احتفلن ولو تسوون يعني، جيبن كيكة من الماركت، بيبقى الماركت كيكة هيش تكون بسيطة وشمعتين، وها هي الفرحة يعني. شوي 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 حتى جوزك إذا ما يكون متعود على هيش شغلات يعني، مع الوقت يتعود يصير يحب هذا الجو، لأنه يشوف إيش تفرحين، فيعني ما بيزلمه ما يحب يفرح قلب مرته صراحة. وشلون شوي شوي الواحد يتعود. الحبيبة بنات كاتبات لي يا ريت جوزي هيك، او من هالتعليقات هاي، ف
فالوحدة تعلم جوزها على الشغلات اللي هي تحبها. المهم هنا بدنا نرقص رقص رومانسي هين يا بنات، عن نسوي بروب على اساس انه هو يقول لي يا الله يا بناتين ايش قد ضحكت والله. هين مسوي من 3-4 بروفات لحتى نتعلم. دا يقول لي لفي 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 والله يعني الفرحة عيفكم. هنا دا اقول نعيد لحتى هاي بروفا يعني دا نتعلم لانه ما اكتب عليكم بالعادة اسوي عيد زواج بس ما نرقص رقصات رومانسية وحركات. هند هيقول لي انا اعطيش الوردة وانتي تمسكين ايدي وتقربين علي مرتين، تجين علي يعني، وبعدين ترجعين بعدين تلفين. والله شوفوا مع انه ماني متعلمة بس والله في حركات يعني ما عدا خيط الامطة اللي نازل توني اللي انتبهت له بس. والله يعني انا قلت له انا مالي ارقص هاي الرقصة، اريد نرقص رقصة ثانية اللي هي هذيك الرومانسية. هاي الرقصة رقصة مي ما احسها رومانسية الصراحة يعني، بس انه عمر بده يرقص هيك فقلت له ايه عادي. هاي الرقصة اللي اني علمته عليها طبعا عمر ما شاء الله تحسونه ماسك صديقه دا يرقص. اقول له خليك رومانسي يا اخي شبيك مخشب بالله عليكم ضحكم عمر والله هيك حاسسته ما مو ايوه. هنا دع يعني انه احنا ما دع ندبش دبش، احنا دع نرقص رقص رومانسي. امسك ايدي يعني مسكه هيك حلوه. اهم شيء الفرحه، عيفكم من انه هيك يعني من الحركات الثانيه. اهم شيء الواحد يكون فرحان. اخر شيء ما عرفنا نرقص الرقصه الرومانسيه مشان ابشركم يعني. فحبايب قلبي ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. والله يعني حبيت اشارككم هذا يعني الحدث المهم بالنسبه لي، وارجع اقول لكم اللي ما شاف الجزء الاول يروح يشوفه لانه عن جد حلو يعني، هي احلى من هذا الجزء. ونهينا على خير والحمد لله ما صارت مصيبة. وباي.